مجلس الوزراء يشيد بالنجاحات المشرفة لرجال القوات المسلحة والشرطة ويوافق على قانون هيئة الأوقاف المصرية. في بيانها السابع بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب، القوات المسلحة تدمر 11 هدفا وتقضي على 15 تكفيريا. في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، تيلرسون يعلن عن مساعدات جديدة للأردن تصل إلى 1.2 مليار دولار، والتقي وفد المعارضة السورية في عمان. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة. أهلا بكم. أهلا بكم. وإلى تفاصيل الأنباء، أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالنجاحات المشرفة التي يحققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة ضمن إطار العملية الشاملة للقوات المسلحة سيناء 2018. وأكد إسماعيل أن الدولة المصرية تواصل من خلال عملية سيناء 2018 جهودها المخططة لمكافحة الإرهاب الأسود والقضاء على عناصره الآثمة وتقويض قدرته على التحرك والتهديد وتطهير الوطن في كافة البؤر الإرهابية وتأمين الحدود البرية والساحلية للبلاد، موضحا أن الدولة تقف بكافة إمكاناتها بما يمكن القوات مكافحة الإرهاب من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعملية المجابهة الشاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي على قانون هيئة الأوقاف المصرية. وأضاف جمعة أن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال. انتهينا من قانون هيئة الأوقاف المصرية، والقانون بيهدف إلى عدة نقاط. أولها تمكين هيئة الأوقاف من الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات تحدث عليه بسرعة وسهولة وحسم. الأمر الثاني يمكنها من حسن الاستثمار في وضع خريطة استثمارية تتواكب مع المستجدات العصرية وتؤدي إلى الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف سواء كانت أصولا أم أموالا سائلة. وفي سبيل تحقيق الهدفين، سواء تحقيق الحفاظ على مال الوقف أو في سبيل الاستثمار الأفضل لأعيان وأموال الوقف، كان لابد من ضبط وتحديث الهيكل الإداري للهيئة بما يؤدي إلى تحقيق ذلك من خلال لجان منبثقة. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام بقوانين مكافحة الإرهاب والمنشآت السياحية والمرور. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العدل حسام عبد الرحيم على هامش اجتماع مجلس الوزراء. وافق مجلس الوزراء اليوم بتعديل بعض أحكام القوانين واحد لسنة 73 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والقانون المرور رقم 66 سنة 73، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 سنة 2015. يواجه المشروع خطر الإرهاب بقصد سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعد على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة، كما شدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون الإرهاب. استبدل نص المادة 23 من قانون المنشآت السياحية والفندقية، وذلك حتى يستبعد بالعقاب من يخالف حكم المادة 16 بعدما أقر لها النص الخاص مستقل وهي الحبس والغرامة. قال وزير البيئة خالد فهمي إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون إدارة وتنظيم المخالفات الصلبة، وقرر إحالته إلى وزارة العدل لضبط الصياغة التشريعية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة وتحويله إلى مجلس النواب. وقال فهمي إن دور الدولة في هذه المنظومة سوف يكون دورا تنظيميا لعملية إدارة المخالفات الصلبة بدلا من توفير الخدمة. النهاردة مجلس الوزراء ناقش ما يسمى بالمعمارية، ناقش ووافق
كويس، ناقش ووافق على العناصر الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة. وأنا أقول المخلفات الصلبة لأنها لا تشمل فقط المخلفات البلدية اللي هي القمامة، ولكن تشمل المخلفات الزراعية وتشمل المخلفات الصناعية وتشمل الطبية. وفي هذا الصدد أهم ملامح لهذه المنظومة هي أول حاجة إنها بتستلزم عدم تخارج الدولة، فالدولة سوف يكون لها دور، ولكن الدور حيتغير إلى تنظيم العملية بدل توفير الخدمة. يعني الدولة منظم وسوف تمثلها وزارة البيئة. ومتابعة أيضا مع اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، قال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء التطرق إلى الأجندة التشريعية وما أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. وأكد مروان أن الاجتماع تناول ما سبق أن وجه به رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعضاء الحكومة من أهمية التواصل الفعال مع أعضاء مجلس النواب، فضلا عن ضرورة إتاحة الوقت الكافي لهذه اللقاءات والاستماع إلى المشاكل والعمل على حلها، خاصة المشاكل الجماهيرية منها. تناول الاجتماع التأكيد على ما سبق أن وجه به دولة رئيس مجلس الوزراء من أهمية التواصل الجيد والفعال مع السادة النواب، وأكد على ضرورة إتاحة الوقت الكافي للسادة النواب في لقاءاتهم مع السادة الوزراء والاستماع إلى المشاكل والعمل على حلها، خاصة الجماهيرية منها. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن معدل النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 5.2% مقارنة ب 3.6% العام الماضي. وأضافت وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي بلغ 5.3% مقارنة ب 3.8% من نفس الفترة من العام الماضي. أعلنا المؤشرات الأولية للربع الثاني والنصف الأول من العام. هتكلم دلوقتي الأول على المؤشرات الخاصة بمعدلات النمو الحقيقي للربع الثاني. احنا بنتكلم على 5.3%. الحمد لله هناك تحسن تدريجي في معدلات النمو. الربع الأول لو حضرتك تتذكروا كنا بنتكلم على 5.2%، احنا دلوقتي بنتكلم على 5.3%. لو قارنا الأرقام دي بالأرقام نفس الفترة من العام الماضي، إحنا الربع الثاني من العام الماضي كان 3.8%، إحنا بنتكلم على 5.3 في مقابل 3.8 في نفس الربع من العام الماضي. ولو بنتكلم عن النصف الأول من العام السنة اللي فاتت كنا بنتكلم على 3.6%، إحنا دلوقتي بنتكلم على نصف العام 5.2%، ف5.2 في مقابل 3.6. في شأن آخر، قال نائب وزير المالية محمد نعيت أن الاستثمارات الوافدة في النصف الأول من العام المالي الجاري سجلت 34 مليار جنيه. وأوضح نعيت أن قيمة المعاشات زادت بنسبة 35%، موضحا أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية زاد بمعدل وصل إلى 51%. إنه إحنا زودنا الأعداد اللي كانت على منظومة تكافل وكرامة. احنا كنا قبل بداية السنة تحت 1.5 مليون، احنا دلوقتي وصلنا تقريبا ل 2.2 مليون أسرة. فزيادة الأعداد اللي دخلناها في منظومة تكافل وكرامة، بالإضافة إلى ان احنا زودنا قيمة المعاش المنصرف بحوالي 35%. الاستثمارات في العام المالي النصف الأول من العام المالي 17-18 34 مليار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل قناة النيل الأخبار أحمد أبو الحسن من مقر مجلس الوزراء. أحمد، لعلنا طوفنا سريعا في بعض المتابعات الإخبارية التي تابعناها منذ قليل حول أهم بعض الملامح المهمة التي جرت في اجتماع مجلس الوزراء، ولكن إذا كان من بعض النقاط أيضا المهمة التي تابعتها خلال اجتماع اليوم أو بعض القرارات التي تم التوصل إليها
واتخاذها اليوم؟ يعني بالفعل إضافة إلى ما تم ذكره، بالفعل كان هناك موافقة من مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، القانون مكافحة الإرهاب الصادر 94 لسنة رقم 94 2015 من خلال تجديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، من بينها أيضا إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين المختصة. هناك أيضا بعض التعديلات الخاصة بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73 من خلال لترخيص السيارة، تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والرباعي وما يماثلها. هناك أيضا موافقة من مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية التي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية وباستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، الاستغلال والأمثل لأملاك الأوقاف في العديد من المجالات المختلفة. وأيضا هناك تصريح السيد وزير الأوقاف حول مشاركة وزارة الأوقاف من تمويل هذه الإيرادات في مع الجهات المختلفة من وزارة التربية والتعليم لإنشاء المدارس وغيرها، وأيضا مشاركة مع وزارة الإسكان وغيرها من الجهات التي تخدم الدولة في المجالات الاقتصادية. هناك أيضا موافقة من مجلس الوزراء من على مشروع قانون المخلفات مع إحالته إلى وزارة العدل وتكليف وزارتي البيئة لتلقي الوزارات المختلفة. موافقة أيضا على مشروع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 91 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأهداف الدولة الخاصة، وذلك بما يسمح بأن يكون شهر القرارات الخاصة بالتخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة عن أن يكون عن طريق الإيداع، وذلك رغبة في تسهيل إجراءات الشهر والتيسير على المواطنين والمستثمرين. أشكرك شكرا جزيلا زميل أحمد أبو الحسن مراسل قناة النيل الأخبار في مقر مجلس الوزراء المصري. أفاد البيان السابع الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب سيناء 2018 بأن العمليات العسكرية في سيناء نجحت في إلقاء القبض على 15 عنصرا تكفيريا. كما قامت القوات الجوية باستهداف 11 هدفا وتم القبض على 153 فردا من المشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية مختلفة. واصلت قوات مكافحة الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامها القتالية المخططة لتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من البؤر الإرهابية، بجانب دورها في تأمين الحدود البرية والساحلية على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 11 هدفاً بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في إيواء العناصر الإرهابية والهروب من القوات القائمة بالمداهمة. القضاء على 15 عنصراً تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات خلال عمليات التمشيط والمداهمة. وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم، اكتشاف وتدمير مخبئين تحت الأرض عثر بداخلهما على أكثر من 1500 كيلو جرام من مادة C4 وكمية من مادة TNT شديدة الانفجار تستخدم في صناعة العبوات الناسفة. اكتشاف وتدمير مركز إرسال أعلى إحدى الهيئات الجبلية
خاصة بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية. اكتشاف وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، وتدمير 38 من الحفر وخنادق المواصلات. القبض على 153 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تدمير 181 عشة ووكراً ومخزناً جبلياً عثر بداخلهم على كميات من المواد شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، و76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير. ضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات أنواع و17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 63 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات. وعلى امتداد السواحل تقوم القوات البحرية بتفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها، مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية، بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال المداهمات وتفتيش البؤر الإرهابية بالمناطق الساحلية. كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تنظيم 563 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية، وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية. ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم. الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم تحديد 139 مقرا من مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم المختلفة والمتمثلة في مقار السفارات والقنصليات لتصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في الخارج خلال أيام 16 و17 و18 من مارس المقبل. يشار إلى أن انتخابات المصريين بالخارج ستجرى تحت إشراف مباشر من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، وسيكون التصويت على غرار الانتخابات بداخل البلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر، وتخضع العملية الانتخابية برمتها لإدارة وإشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة تستغرق يومين، من المنتظر أن يلتقي خلالها عددا من المسؤولين بهدف إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني ألفونسو داستس، أكد شكري حرص مصر واعتزازها بما وصلت إليه الاستثمارات الإسبانية في مصر. أنتهز هذه الفرصة لأؤكد مدى حرص مصر وبل اعتزازها بما وصلت إليه الاستثمارات الإسبانية، وهذا مكون هام في إطار تحقيق الطفرة والانطلاق الاقتصادي الذي تطمح إليه مصر، اتصالا بالإجراءات التي اتخذتها في مجال الإصلاح الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي، وتطلع الشعب المصري لهذه الإصلاحات كالوسيلة والطريق الوحيد نحو تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاهية.
وقال شكري إنه في هذا العام شهد زيادة في عدد السائحين الإسبان، وهو ما يزيد من أواصر التواصل الحضري بين الشعبين المصري والإسباني. وأضاف وزير الخارجية أن قضية الإرهاب ليست قاصرة على مصر وحدها، بل تعاني منها دول أوروبية عدة تعرضت لتهديدات إرهابية خلال الفترة الماضية. أود أن أوضح أنه خلال هذا السنة فقد ازداد عدد السياح الأسبان، وهذا أمر نقدره ونتطلع إلى مزيد من زيادة عدد السياح، لأنه هذه تزيد من أواصر التواصل بين الشعبين، وأيضا تتيح لشعبين لديهم مثل هذه الكنوز الثقافية الهامة أن يستمر التواصل الحضاري فيما بينهما. وأيضا أن نوضح بأنه قضية الإرهاب والمخاطر المرتبطة هي ليس قاصرة على مصر، وإنما نشهد ما نواجهه جميعا، إسبانيا ومصر وفرنسا ودول أوروبية عديدة تعرضت خلال الفترة الماضية من تهديدات إرهابية. كما أكد وزير خارجية إسبانيا ألفونسو داستس أن هناك مشاركات قوية مع مصر بسبب وجود مناخ جاذب للاستثمار في مصر. وأضاف داستس في مؤتمر صحفي اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، أضاف أن بلاده تسعى لإنعاش السياحة في مصر واستعادتها بشكل جيد. لدينا خبرة عميقة بين مصر وإسبانيا بخصوص الشراكات الإسبانية، والتي أعتقد أن الاستثمار تم تحسينه بالفعل، وأن هناك روابط قوية، وهناك كثير من الاستثمارات التي تجذب الشركات الإسبانية. ولكن بالنسبة للقطاع السياحي فإن إسبانيا لديها خبرة وثيقة ومؤكدة، ونحن دائما من جانبنا نسعى إلى المحاولة إلى أن ننعش هذه السياحة، ونحاول أن نسعى إلى أن مصر تستعيد السياحة بشكل جيد. وقع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الولايات المتحدة مساعدات لعمان تقدر بما لا يقل عن $1.275 مليار ولمدة 5 سنوات. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأردني الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. من جانبه أكد تيلرسون على أن الوضع النهائي لمدينة القدس وحدودها أمر عائد للأطراف المعنية، مشددا على أن الرئيس ترامب ملتزم بالسلام في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بمسألة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمساعدات المقدمة إلى تلك المنظمة الأممية، دعا تيلرسون إلى إيجاد حل طويل الأمد، كما دعا الدول الأخرى إلى تمويل الوكالة. اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم في الأردن مع وفد من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري. ضم وفد المعارضة في الاجتماع المغلق الذي عقد في أحد فنادق عمان الكبرى إلى جانب الحريري كل من حسن عبد العظيم رئيس الهيئة التنسيق الوطنية السورية، وعبد الإله فهد وعباب خليل، وفدوى العجيلي من تحالف قوى المعارضة. وأقل نصر الحريري أن الاجتماع ركز على ضرورة البدء الفوري بتطبيق البنود الإنسانية ومحاسبة مجرمي الحرب، وضرورة التحرك لمحاسبة النظام لاستخدامه السلاح الكيميائي، فضلا عن الالتزام بالعملية السياسية في جنيف والالتزام باتفاقيات خفض التصعيد. دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة. في الغوطة الشرقية قرب دمشق هي الأولى منذ أشهر، وتنقل فيها مواد غذائية ومستلزمات صحية لنحو 7200 شخص محاصرين وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة. يأتي هذا بينما أفاد ناشطون سوريون بأن القوات السورية جددت قصفها على بلدتي عربين وحرستا في غوطة دمشق الشرقية، في ظل اشتباكات وقعت مع الفصائل المسلحة في محيط إدارة المركبات قرب حرستا.
من جهة أخرى قصفت طائرة أمريكية بدون طيار دبابة روسية في سوريا في ثاني ضربة دفاعية ضد قوات موالية للحكومة السورية خلال أقل من أسبوع. أصيب شخصان جراء قصف القوات التركية مدينة عفرين والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي بسوريا. وأفادت مصادر أهلية بأن القوات التركية شنت قصفا عنيفا براجمات الصواريخ على الأحياء السكنية في مدينة عفرين، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح أحداهما طفلة. وأضافت المصادر أن الهجوم التركي على عفرين ألحق خسائر كبيرة لا سيما في القطاع الزراعي، كما أدى إلى صعوبة في تأمين المواد اللازمة لرعاية المحاصيل الزراعية كالأسمدة والمواد المضادة للحشرات. ينضم إلينا من دمشق الدكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. كيف تتابع دكتور إبراهيم الوضع الميداني في دير الزور بعد غارات التحالف على مواقع داعش هناك؟ الكلام بأن قوات تحالف تغير على مواقع داعش هي تحمي داعش حقيقة ولا تضرب داعش، وهي ضمت كوادر داعش والعديد من قياداتها إلى قوات سوريا الديمقراطية وتحت الحماية الأمريكية، وهي التي نقلتهم من خلال المروحيات العسكرية الأمريكية. لذلك وجود الولايات المتحدة هو حماية لداعش وليس لضرب داعش. لذلك أنا أعتقد الآن الوجود الأمريكي يتعزز شيئا فشيئا، وهي بطبيعة الحال تطمح وتطمع بالأراضي السورية ووضع قواعد عسكرية أوسع مما كانت من أجل أن تكون هذه المنطقة خاضعة لها وهي في إطار السيناريو الأمريكي لتقسيم سوريا. لذلك أنا بتقدير الآن الولايات المتحدة عمليا تعمل ولا سيما بعد صدور وثيقة ما يسمى الغير رسمية التي أطلقت عليها واشنطن، والتي عمليا خضعت للمناقشة من قبل منصة الرياض وناصر الحريري الذي تحدث عنها أن هذه الوثيقة ممكن النقاش حولها ويعني أخذها بعين الاعتبار، سيما أن هذه الوثيقة تحديدا هي التي طرحت قضية قيام أربع دويلات عمليا واقعيا لسوريا، وهي يعني السعي الأمريكي لتقسيم سوريا. لذلك وبطبيعة الحال هذا لا يمكن أن يقيد له النجاح مهما بلغت التضحيات من قبل الشعب السوري والجيش العربي السوري. لذلك هذه المسألة عمليا أمريكا تحاول قدر الإمكان وتسعى بكل قواها من أجل التحرش بالقوات السورية، وهي التي دمرت الدبابة السورية T-72 القديمة الطراز معروفة يعني. لذلك أنا بتقدير الآن المهم الأساسي للقوات الأمريكية هو عرقلة تقدم الجيش العربي السوري باتجاه الرقة وباتجاه شرق دير الزور وشمال دير الزور باتجاه الجزيرة التي عمليا تحتلها قوات سوريا الديمقراطية برعاية أمريكية. لذلك يعني أمريكا لا تقذف داعش ولا تضرب داعش، وإنما عمليا ما زالت تحلم باستخدام داعش رغم أن كتنظيم انتهت داعش في تلك المنطقة، وليس هناك أي مبرر للولايات المتحدة بالبقاء في الأراضي السورية التي دخلتها عنوة عن إرادة الشعب السوري والدولة السورية. وهي وعندما تتحدث بأنها تضرب داعش ليس أكثر من ذريعة لكي تبرر وجودها غير الشرعي في سوريا. والجيش العربي السوري والدولة السورية وحلفائه لا يمكن أن يقبلوا بوجود القوات السورية في القوات الأمريكية. أشكرك دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلن أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح تخصيص ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات لصالح عملية إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار في العراق. واعتبر أمير الكويت خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، اعتبر النتائج التي سيسفر عنها المؤتمر تأتي في إطار مواجهة المجتمع الدولي للإرهاب، مبديا ثقته في أن يتم توفير الدعم للأشقاء في كل من سوريا واليمن عندما يعود لهما الاستقرار. يسفر عنه مؤتمرنا من النتائج يعد استمرار لجهودنا جميعا وتفاؤلا من المجتمع الدولي في سعينا لمواجهه الارهاب وهزيمته والتصدي لكل ما يمثله من مخاطر وتحديات.
ولا نقبل في سياق الإشارة لتلك التحديات ما يتعرض له الأشقاء في سوريا واليمن من معاناة مريرة جراء استمرار الصراع الدائر هناك. ولدينا كل الثقة بأننا والمجتمع الدولي لن نتوانى عن دعمهم بعد عودة الأمن والاستقرار لهم. من جهته دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمته أمام المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق المجتمع الدولي إلى دعم بلاده لمواجهة ما خلفته الحرب على داعش من دمار. وأكد العبادي انتهاء الحرب على داعش وبدء معركة تعمير وبناء العراق وعودة النازحين بما يحقق الاستقرار والأمن للبلاد. من جانبه حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المؤتمر المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في إعادة الإعمار بعد الحرب مع تنظيم داعش. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور رياض عبد الكريم المحلل السياسي. أهلا بك دكتور رياض. دكتور رياض حضرتك سمعنا يا دكتور؟ أحيانا يأتي الصوت مقطع أنا أرى سامع. أهلا بك بداية معنا وأسألك عن أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات في مسألة إعادة الإعمار خاصة ما يتعلق بالعراق أو الحالة العراقية الظروف التي يمر بها العراق. يعني هي مؤتمرات حقيقة مؤتمرات جيدة جدا وتعبر عن توجه عربي تضامني ومساند وداعم يعني العراق. وبنفس الوقت العراق الآن أصبح بحاجة ماسة إلى كل دعم ومساعدة من أينما تأتي لأن حجم الأضرار التي حصلت من جراء وجود داعش في العراق أضرار كبيرة لا تعد ولا تحصى. وكما تعلمون كانت تقديرات العراق حاشدة إلى 88 فاصلة حوالي 4 أو 7 مليار دولار وهذا رقم كبير غير قادر العراق على تأمينه حتى أن يوفر بيئة سكنية وبيئة حياتية لشعبه. ما حقق المؤتمر بحد هذه اللحظة يعتبر جيد انطلاقا من حجم المبالغ الكبيرة، لكن العراق يعني تقريبا يعني حصل على أكثر من 15 مليار دولار ليست هي بالضرورة عبارة عن منح لكنها تنوعت ما بين القروض والائتمانات. تعويل هنا دكتور على يعني تعويل هنا على الدول العربية لتوفير هذه المبالغ دكتور في المقام الأول. الجامعة العربية أثبتت يعني مساعدتها في تنظيم عملية التوفير وأيضا كان لها دور يعني مساند وداعم وبنفس الوقت شجع الدول العربية على أن يقفوا إلى جانب العراق وكان فعلا يعني دور الجامعة هذه المرة مؤثر متفاعل مع القضية العراقية. وأيضا نحن نكون كل التقدير للأمين العام للجامعة العربية وبنفس الوقت هذا هو الدور المرجو من الجامعة العربية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور رياض عبد الكريم المحلل السياسي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بغداد. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب أفريقيا يهدد زوما بسحب الثقة إذا لم يتنحى عن الحكم. مجلس الوزراء يشيد بالنجاحات المشرفة لرجال القوات المسلحة والشرطة ويوافق على قانون هيئة الأوقاف المصرية. في بيانها السابع بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب القوات المسلحة تدمر 11 هدفا وتقضي على 15 تكفيريا.
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، تيلرسون يعلن عن مساعدات جديدة للأردن تصل إلى 1.2 مليار دولار، ويلتقي وفد المعارضة السورية في عمان. ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد مباشرة إلى الزميلة حنان الخولي. أهلا بك حنان. منى وعتابي أهلا بكم مع مشاهدينا، أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. وسط تباين في أداء مؤشراتها، البورصة المصرية تسجل 3.8 مليار جنيه أرباحا سوقية. نبدأ مع تفاصيل العنوان الرئيس، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية. في حين مالت تعاملات المستثمرين الأفراد بكافة جنسياتهم نحو البيع فضلا عن المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه ليصل إلى 853.2 مليار جنيه عقب تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه. وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقيتي تعاون مع شركة شلمبرجر العالمية لمسح خليج السويس وإطلاق بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن توقيع الاتفاقيتين تم على هامش مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2018، وتشمل الاتفاقية الأولى بدء العمل بمشروع المسح السيزمي الإقليمي لمنطقة خليج السويس، بينما تشمل الاتفاقية الثانية إطلاق مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل أنشطة الاستكشاف وإعداد حزم للبيانات لطرح المزايدات من خلال شبكة المعلومات الدولية. أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن مصر أصبحت ذات ثقل على الساحة النفطية وسوق واعد للصناعات النفطية والغازية، خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة. وشدد المتحدث على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر للبترول إيجيبت 2018، شدد على عمق العلاقات بين مصر والعراق في مختلف المجالات خاصة في مجال النفط والطاقة، مشيرا إلى سعي بلاده لتوسيع مشاركتها مع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إنه يتم حاليا تنفيذ 1608 وحدات بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة الشيخ زايد. وأضاف الوزير أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع قد وصلت لحوالي 95%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس المقبل، وسيتم بعدها على الفور اختيار بنك التعمير والإسكان لبدء تسليم للمستفيدين. انتهت النشرة الاقتصادية مشاهدينا، شكرا للمتابعة. نواصل معا مرة أخرى بانوراما النيل، إليكم ومرة أخرى منى عتابي. شكرا جزيلا لك حنان، ومشاهدينا نجدد لكم التحية ومعكم نستكمل بقية أنبائنا. رفض رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما مطالب حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم بالتنحي عن رئاسة البلاد، مشيرا الى انه سيصدر اعلانا في وقت لاحق من اليوم حول هذا الشأن. وقال زوما خلال لقاء تلفزيوني انه ستتم الإطاحة به اذا صوت البرلمان غدا الخميس على مذكرة سحب الثقة التي سيقدمها حزب المؤتمر الافريقي، مضيفا انه كان ينوي الاستقالة ولكن في غضون عدة أشهر. وأضاف رئيس جنوب أفريقيا أن قادة الحزب الحاكم لم يقدموا له أسبابا واضحة حول مطالبته بالتنحي عن الحكم. ومن جانبه أعلن المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا أن مذكرة بحجب الثقة عن رئيس البلاد جاكوب زوما ستعرض على البرلمان غدا الخميس إذا لم يقدم استقالته حتى ذلك الوقت كما يأمره الحزب. وأقل المسؤول في الحزب بول ماشتيلي إنه سيتم اللجوء غدا إلى مذكرة حجب الثقة عن زوما لإقالته من منصبه، ولكي يتم انتخاب الرئيس الحالي للحزب سيريل راموفوزا
حيث تترقب جنوب إفريقيا بيانا رسميا اليوم من رئيسها الذي سيعلن هل يوافق أم لا على استقالته كما يأمره حزبه. أفادت مصادر اليوم بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار قرب وكالة الأمن القومي الأمريكي في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية. وقامت الشرطة بإلقاء القبض على شخص على خلفية حادث إطلاق النار وأنها فتحت تحقيقا في الحادث. ووقع حادث إطلاق النار بالقرب من أحد المهرجانات الذي أقيمت فعالياته دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الضحايا. أنباؤنا مستمرة معكم مشاهدينا الكرام، وفيها بعد قليل استعدادات في الصين للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد. أهلا بكم من جديد، ونصل معكم في هذه الوقفة إلى أهم ما لدينا من أخبار الرياض. نتحول إلى الزميلة حنان عاطف، تفضلي حنان.